حتى عجبني واحد الأستاذ وليس كان بغيه وما عرفت. واحد النهار مشيت عنده يعطيني الماء ما بغاش يعطيها لي. من مشيت أنا عند البنت صاحبتي قالت لي سيري كتبي شي روحاني ولا شيخ فهمتي دوك اللي كيكتبوا في لاباج ديال الفيسبوك. كتبتها ملي كتبتها طلعت لي واحد البنت كتحلف وكتقول انا جو تزوجت بيه انا صيفط ليا ميساج انا دار ليا واحد ماشي واحد من صاحبتي. ملي درتها ملي بغيت نديرها ودوز مع هاد المراه قالت لي صيفط ليا تصاور بدون ملابس. صيفط لها حتى شي البنت قبل كانت كتحلف ليا وكتقول لي والله حتى مزيانه. صيفط لها وكاينه هكاك شي وبين وجهك 15 يوم وبين وجهك بين وجهي المشكلة هي كما صيفط لها بلا وجهي قالت لي لا خصني نتصاور باش تخدم عليهم يكون وجهك. ومازال وخفت وعندك يشوف الميسا وخفت يقول لي علاش عطيتي الله يهديك. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك. وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. امورك على خير؟ كلشي بخير الحمد لله ربي يخليك. مرحبا بك نورتينا. احبك جزنا. شكرا. الله يحفظك. شنو اسم مساله تعطينا؟ شنو الاسم مسار لا تعطينا؟ ما عندكم اي سميه من غير سميتي؟ اي سميه من غير سميتك؟ المهم نعطيكم بسمه ولا شفت بسمه. الله يجعل ديما حياتك ابتسامه يا بسمه. القلب عامر بسمه. القلب عامر عامر بزاف. محتاجه تهضري يا بسمه. يا بسمه نورتينا نهار كبير هذا. تفضلي يا بسمة. شكرا. قاعد داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك يا بسمة. المهم انا عندك ملي كنت صغيرة. وانا عايشة في عائلة متوسطة بين ثلاثة الخواتات. المهم من كنت انا كنقرا في البرومي حتى كبرت لدابا كنقرا في السيزيام وانا غادي مزيان ما عمرني بغيت شي واحد ما عمرني حتى شي حاجة. حتى وقع لي مشكل مع الاستاذ ديالي يعني حتى وقع لي المشكل مع الاستاذ ديالي حتى دابا عندي السيزيام دابا هادشي دابا شحال في عمرك دابا؟ لا ماشي 17 عام. دابا عندك 17 عام؟ كيفاش وقع لي مشكل مع الاستاذ؟ حتى عجبني واحد الاستاذ وليس كنبغيه ما عرفت. واحد النهار مشيت عنده يعطيني الماء ما بغاش يعطيها ليا. ملي مشيت انا عند البنت صاحبتي قالت لي سيري كتبي شي روحاني ولا شيخ فهمتي دوك اللي كيكتبوا في لاباج ديال الفيسبوك. كتبتها ملي كتبتها طلعت لي واحد البنت كتحلف وكتقول انا جو تزوجت بيه انا صيفط ليا ميساج انا دار ليا وهاد المراه راها مزيانه. انا صيفط لها ودوين انا وياها يومين وحنا كندويو تعطاتني ديك المرأة قالت لي راها من مصر ماشي من هنا. ديك المرأة كتقول لي صيفط لي تصاورك بلا ملابس. المهم انا صيفط لها جوج تصاور قالت لي بسمة معنى امهات معنى اباء وباش نحفلي غير بان كل كلمة تقولها بلا بصح قسما بالله العلي العظيم الى اي كلمه كنقولها بصح بغيت البنات ما يبقاوش يستيقوا. واخا باش نعاودو نفهمو باش هادشي تقريبا دابا في عمرك 16 ل 17 عام. 17 عام. 17 عام تتبغي الاستاذ ديالك وهو ماشي ما باغيكش وعيتي ما ديري وتعطيه بغيتي النمره ديالو ما بغاش يعطيك نمرتو شنو غندير؟ نسحر ليه؟ انا ما كنتش في بالي هذه الفكره ولكن عطاو عليا البنات على اساس شي دري اخر ماشي الاستاذ ما كنتش عارف اني نبغى الاستاذ وعطاوها ليا وعطاها لي واحد من صاحبتي. ملي درتها ملي بغيت نديرها ودوش مع هاد المراه قالت لي صيفط لي تصاور بدون ملابس.
صيفط لها حتى ديك البنت قبل كانت كتحلف ليا وكتقول لي والله حتى مزيانه. صيفط لها وكاينه هكاك شي وبين وجهك 15 يوم وبين وجهك. اه بين وجهي. اه المشكله هي كما صيفط لها بلا وجهي قالت لي لا خصني نتصور باش تخدم عليهم يكون وجهك. وكنت كنصيفط لها وجهي وكلشي وقالت لي كاينه كندوي شي 15 يوم فحال هكاك. اللي غيوقع هي انها قالت لي بغات كتهددني انني نصور لها خصي عريان بلا حتى هي بحالي بحال هكاك. كنقول لها قلت لها عندي خصي كبيره قالت لي غتصيفط عليها حتى هي بدون ملابس ضروري وداك الشيء هادشي داخل شويه. بقات كتقول لي عطيني الفيسبوك ديالو مت انا عطيتها الفيسبوك ديالو وهي تقول لي قالت لي واش غتعطيني الفيس واش غتعطيني اختك تصوري ليا كل نهار بدون ملابس ولا نعطيك الرجاله من عندي الفيسبوك ديالهم تدخلي ت شنو تدخلي ديري فهمتي تمارسي معاهم من التليفون. انا من تما كاينه مابقيتش حاسه براسي مزيان وليت غير كنبكي وغير كنقولش بعض المرات كنحاول نتاحر ما حياتي تقلبات وما كنتش باغا حتى شي حاجه ما كنتش باغا لا الاستاذ لا حتى شي واحد اللي باغا غنرجع فحال اللي كنت وما ندير والو ندمت بزاف والله. اها دابا قاب وكنتي تمشي تهضري مع دوك الدراري في ابل؟ لا ما عمرني ما دويت حيت هذا الشيء انا بقيت كنعوض بعيد نقول لها عافاك الى حصلني والديا انا دازت وهي مغربيه ولا مصريه؟ كانت كتقول لي انا مصريه ولكن غتكون مغربيه مادام هذيك اللي هضرات معاك مغربيه اللي قالت لك انا تقدري القرارات. اه وقالت لي وكتقول لي هذيك المغربيه اللي هضرات معايا الاول كتقول لي نصور لك لاكارت ديالي وكل شيء. دابا ملي مشيت قلبت على الفيسبوك ديال ديك المغربيه لقيتها بدلات سميه ولكن الميساجات باقين عندي وهي بدلات سميه سكرينيت ديك سميه وخليتها عندي حيت بدلاتها. بقات كتقولي انا ترم ليا وداك الشيء وانا انا نخاف على راسي وكذا ولكن هذا الشيء مجرب وهي مرا كبيره ما عندها ما دير في التصاور وكذا. وخاصة تقول لك صيفطي لي التصاور ديال اختك قالت لك صيفط لي التصاور ديال اختك يوميا عريانه حتى هي. ايه قلت لها انا ما عنديش كيفاش ندير لاختي باش نصورها وداك الشيء. كتقولي لا ضروري خصك تصوري لي اختك ولا انا غنوريك ولا عاد الاستاذ غيولي يكرهك ولا ما عرفتش. قلت لها ماشي مشكل يولي يكرهني ولكن المشكل هو ان تصوري الى خرجوا بابا مريض ماما مريضه غادي يقتلوني. انا ندمت حيت هسه هذا. وكتقول لي اختك ضروري تصيفط لي اختك والبناء اي وحده لقيتيها تصوري لي عليا انا. وصيفطتي لها النمره ديال اختك؟ لا 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 ما عنديش كيفاش ندير. انا قلت لها لا علاش هذا الشيء؟ قلت لها علاش هذا الشيء واش باغا تساعديني ولا شنو سميتو ولا باغا تدير لي اختي وتقول لي. قالت لي ما عرفتش كيفاش قالت لها ولكن المشكله هي ندخل عندها بكونت اخر ولكن هي كنت كندخل عندها بكونت اخر كتقلعني كتقول لي انت شي هي خدمتها واعره باينه غير مشات تصاوري وكحلت لي عيشتي وليت غير كنخرج من الدار مقاده. نونو هي ماشي سحاره حيت هي قصه طلعت لا 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 القصه طلعت معايا خت هذه القصه هذه بالضبط طلعت معايا وانا هضرت مع هذيك السحاره اصلا هما شويه غيطلبوا لك الفلوس. هذه واحد السيده نفس القصه ديالك هذه ناتبغى تسحر لراجلها عافاك خليك شي بلاصه فيها الريحه عافاك. هذه وحده بغات تسحر لراجلها لقات واحد الشريف كذا كذا في الفيسبوك قالت ليه عافاك عطيني النمره عافاك سير شي بلاصه ما فيها الصداع باش نسمعوكم مزيان. قالت ليه واخا قالت ليه عافاك راه بغيت نسحر لراجلي راه فوالا فوالا فوالا. قال لها اه قال لها صيفطي لي تصويرتو وصيفطي لي نمرتو تصويرتو ونمرتو صيفطت ليه التصويره والنمره غتنوض تصيفط ليه الفلوس. قال لها شحال واشحال صيفطت ليه الفلوس شويه غتقول لها هضري معايا ابل فيديو غتهضر غيسجلوها وهي تتهضر اصلا سجلوها وهي تتهضر
شنو غادو نوضو يديرو؟ يلا يا تصيفطي لنا الفلوس يا نعيطو لراجلك ونشوك في الانترنيت. ها وجهك باين، غاتصاور دراجلك، ها كلشي. نط عيط لداك السوسي، شكون غاتجاوبني؟ مرا وتقول لي شوف اخويا انا تنعرفك اخويا بدر تنتفرج فيك، ولكن ديك السيده بغات دير الفراج لها، بديت نهددها تقول لي شوف مشات بغات ديكراري ديكراري، حنا عندنا تصاور وفيديو بلي باغا تسحل راجلها وخاصنا نشوهوها. بديت نهضر معاها تما فين عطاوها التيسع، عقليت انت غادي يطلبوا لك الفلوس. غير اللي غنقول لك انا ما ولاتش دويت معايا مره شحال هادي، بدلي الفيسبوك، بدلي النمره، بدلي كل شيء. ما عنديش نمرتي عندها غير الفيسبوك ديالي، وعطيتها حتى الفيسبوك ديالو دابا هو غيهضروا معاه وغيقولوها ليه 100%. شوفي اختي المشكله هي من غايشوفو مش غايقولو، هو ما مدير معايا شي حاجه خايبه وكيقول غدير لي شي حاجه وما عرفتش. ودابا اختي انت 16 لعام، 17 شحال عندك؟ 17 عام. 17 لعام، 17 لعام، وفين غادا بهادشي؟ ما عرفتش انا. وقاريه راكي وصلتي للسيزي، فهمتي بحال نقولوا ما عمرك قريتي، ما عمرك درتي، وما شاء الله تنشوف تصويرتك زوينه، علاش؟ تخيلي دابا مثلا كنت تسحر داك السيد ولا كذا، راه ديريكت لجهنم، عندك يصعب كتمشي للجنة، ديريكت، السحر ديريكت يمشي لجهنم، ولينا في التاريخ كاع سحرتي ليه ولا تيبغي، شنو هو واحد تيبغيك بلا خاطرو، عندك يصعب كيفاش تسحر لشي واحد تيبغيك، راه غير برا اللي تيبغيك، أما الداخل راه ما تيبغيكش، تيقول يا ربي فوقاش تعطيني التساح. 17 عام بلاصه ما ديها في قرايتك وحياتك وتشوفي مستقبلك وتعوضي والديك وتنجحي في حياتك شتي. اش نقول لك؟ بغي مو درتي واحد الاخطاء اللي كبار بزاف، ما يبغيهم لا ربي لا عبدو. وكون اختي اختي هانتي وحده زوينه، ما كنتي بغيت نوري الناس كلشي غيشد في راسها ما شاء الله عليك اختي، وما تبانش كاع فيك كاع راه غدير لي هادشي. انا ماشي انا ما كنتش باغي ندير هادشي، كل البنات اللي زيدوني. لا لا لا، والسر اختي غدا رمي راسك في شي بير اللي قالوها لك ديرها. لا هادشي كان انت اصلا ما تقولي ليش البنات، ما كاينش اللي شد لك الموت بالسيف عليك وقال لك دير هادشي بالسيف. شوف يا سيري ديكلاري قبل ما توقع شي حاجه، يا مسيحي والنهار توقع شي حاجه. شنو عندك؟ المشكله هي عندي واحد جوندام قال لك انه واخا تبغي ديكلاري كيقول لك ما عندكش الدليل، واش هي نشراتك واش شفتي راسك منشوره؟ عندك الدليل انك قاصر وتستغلوا فيك. عندك الدليل بانك قاصره دابا، ودابا منين قاصره غايوقفوا معك قبل ما تكملي 18 عام. تمشي ديكلاري قاصره واستغلوني وقالوا لي صيفط لنا تصاور عريانه، وبديت نصيفط لهم ولا تيهددوني بهم، راه تهديد هذاك ديال القاصر. اش نقول لك اختي؟ والله ما عرفت ما نقول لك، ما عرفت شنو نقول لك، نكذب عليك انا ما عرفتش. وليت كنجلس مع دارنا وكنبقى نقول علاش درتي هكا، علاش غنخرج، علاش غنتكرفص في الزنقه ونعيش مزيان ونغسل دارنا. المهم بصراحه انا مع والديا ما عمرني خلصت درت ليهم خاطرهم، دايما معاهم مزيان وكذا. المهم شي علقه زوينه، ما لكن النهار اللي غيسمعوا لي هادشي ما لا مع والديك لا مع ربي ما تنسيهاش. رجعي لربي دابا، رجعي لربي واستغفري مولاك وطلبي السماحة من مولاك. سمعتيني؟ ودابا تسير ديها في قرايتك وديها في حياتك اللي غتنفعك، اما هادشي ديال التصاحيب اختي راه 17 عام هنا مازالين تيلعبوا نسولهم 17 عام راه مازالين هنا تيلعبوا بالمونيكات.
17 عام راه مازالتي لعبو حابه الجيل ديالنا حنا انا كنلعب. لا انت لعبتي كبير انت. لا انت نهار بغيتي تلعبي لعبتي لي نهار انت بغيتي تلعبي مشيتي ديريكت للعب ديال لا اله الا الله. لا انت انا ما كان عندي ما هادشي. نهار اللي شريت التليفون درت بلاو. شنو درتي؟ نهار اللي شريت التليفون درت هادشي. المشكله كيوقع المشكل هو بابا مباشر لي التليفون وما دعمنيش راه عليا. كنت كنقول لهم غنقرا بيه. راكي قريتي بيه مزيان الصراحه. شوف انا نصيحتي زعما قدرتي تصرحي شي واحد من عائلتك تمشي تقولي ليه فوالا ها شنو وقع لي ها شنو وقع راه الدنيا بتصاوري راه صيفط لهم تصاوري وانا عريانه ها شنو ها شنو بغاو تصاور ديال اختي وهادي هي هاديك ما قديتيش النهار ها يقدروا يتمحاو يقدروا يتمحاو ولكن الا حطوك في شي سيت ماشي هو هذاك ما نعرف ديك الساعه راه غيبقى مين هو اللي يقدر يعرف هادشي فهمتي خلاص في الفيسبوك ما يتحطوش وفي اليوتيوب ممنوع هذاك القضيه تحط تصور ما تيتحطوش تصور العريانين وداك الشيء ما تيتحطش والنمره ديال ديك السيده المغربيه عندك النمره اه عندها نمرتك عندها نمرة ايوا راه هادوك غادي يكونوا عارفين قلتي لي قبيلات ما عارفينش النمرة راه عندهم النمرة ديالك اه تقدري تصيفطي لي النمرة ديالها دابا؟ لا نصيفط لك النمرة صيفطي لي الا كتمكونيكتي صيفطي لي شي حاجة من الكونفرساسيون ديالكم عافاك غير نتأكد ما عنديش بصراحة شنو معناتها؟ نصيفط لك النمرة شنو هو؟ مسحت كلشي كيفاش مسحتي كلشي؟ فين هادي الليلة قلتي الكونفرساسيون ديال الماسنجر وداكشي ديال الميسنجر باش قلت ليها نشوف نشوف الصوت باش بصيفط لها قلت ليها واش ما غدير ليا والو وداكشي لا غدا دخلت لقيتها بثلاث سميه بثلاثه سميه ومازال الميساجات مازال شي جوج ميساجات صيفطيهم ليا عافاك نشوف كلشي دير جاي مع عافاك وبارطاجي مزيان هادشي توريو لوليداتكم الاخوان اللي عندها تليفون هو السبب المشاكل اللي عنده شي بنيه وشي وليد يقري ويراقب بنياته ويراقب وليداته ما يقولش لا انا بنتي راقب وليداتكم وسمعوا لبنياتكم هادشي ماشي تبقى تخليوا هذاك الشيء الحدود ديال بنيه لها حشومه نقول لولدي هاد الهضره حشومه غوري ولدك شدو ابنتي اجي نقول لك شوفي شنو وقع راه لا طلب لك شي واحد تصاورك وقع لك شي مشكل اجي عاودي لي نهار تعاودك بنتك راه درت ما تسلخهاش بلا عصا نهار مغير شوف نهار تجي بنتك تعاودك شي مشكل ما تضربهاش خليهم ديما يجيو يقول لكم الصراحه نهار اللي ما تعاود لكش عاد ما نعرف شنو دير غوت ولا شو شنو دير اما نهار يجي عندك بنتك يقول لك راه وقع لي مشكل ما عمرك تضربوه تخليهم شي يخافوا نصيحه واللي عندها مناسبه هذا اللايف فيه الامهات والاباء بحال هذا الميساج هذا دخلوا لوليداتكم بواحد الطريقه راه البارح سمعنا واحد القصه ردوا البال هذه بحال هاد الهضره بقا تقولوها لوليدات حدا قدام وليداتكم راه ماشي عيب حيدوا داك الجهل اللي كانوا عندنا زمان لا حشومه نهضر في هاد المواضيع حشومه نقول له بنتي عندك تصيفطي تصاور لا اقولها باش حتى هي لا شي واحد قال لها شي هضره صيفطي لي سحري كدا تصاور داك الشيء ممنوع صيفطي لي النمره ديالها مازال ما وصلتنيش بالتالي انا كنقلب على الميساجات نو مازال ما وصلتنيش النمره ياك ما صيفطتي شي حد اخر ايه كلشي دير بارطاجي وجاي مع فاك وصلاتك مازال ما وصلني والو الصراحة النمرة صيفطتها لك راه شفتيها عندك 92 في الاخر لا راك صيفطتيها لشي حد عندي صفر جوج في الاخر لا صيفطتها لديك بشرى لا صيفطتها لي فهادي اللي تنهضر معاك بها
وصفت لي هذاك الكونفرساسيون. نحاولوا نعيطوا لها نشوفوا واخا انا نصوني عليها ورجع معك. تبارك الله البنت زوينة والله ما شاء الله. الله يلزم. الو طافية النمرة، طافية النمرة ديالها ياك، هي اللي داخلة بأحلام ياك. ايه واخا الكونفرساسيون صيفطلك واحد المساج بقى بيني وبينها هو اللي لقيت. يلا صيفطها ما صنيش. اه اشكون صيفطتي لادمين واقعنا؟ لا لي كان غنصيفطها. واخا يلا كلشي دير جيم وبارطاجي. واش بصح ما تقدر دير لي والو؟ انا مخلوعة والله العظيم، وليت غير غادية ونبكي. طلعت لك الفيو اش خليك؟ حجاج قالت لي ما تقدر دير ليك والو داكشي. خلي هاد الميساجات هادو وهاد لي كونفرساسيون هادشي خليهم. سمعتيني؟ قالت لي حتى انا راه عندي عندها التاوريت انا عليك ما تقدر دير ليك والو. هاد غير شي وحده واقيله تهدداتها وجابت لها الكليان انت عن طريقك والله اعلم. مهم في كاع الاحوال الا وقعت شي حاجه واجهيها صافي، غلطتي تحملي العواقب ديالها وقوليها لوالديك اشنو وقع لي واشنو وقع لي واشنو وقع لي. غلطت انت مازال قصيره. سمعتيني؟ اش غنقول لك؟ والله ما عرفت ما غنقول لك. واش هي تطفي نمرتها هي؟ الواتساب؟ لا ما عمرني لا. وفاش تصيفطي لها في الواتساب الواتساب تتجاوبك؟ شحال هادي باش كنا كنهضر اول هضرنا بها هي. عندك هاد النمره ديالها صافي؟ صافي غير هاد النمره هي اللي عطات. ايوا اش نقول لك؟ مازال باغا تقولي شي حاجه؟ شي حاجه بغيت نقول على البنات ما يتيقوش و صافي تيقيت. هي برافو عليك على الصراحة وأنك طلعتي بغيتي تعاودي هادشي، برافو عليك على هاد لأنك بغيتي تعطي النصيحة باش الناس ما يغلطوش، برافو عليك. نتمنى هادشي ما يعاودش يتكرر، الخطأ تيوقع مرة واحدة. دابا وليت خايفة على التصاور عاديين وليت كنخاف بلا شي غتصاور. غنقول لك واحد مزيان نهضرو في هاد المواضيع هادو وخصوصا للبنات. واحد السيدة خلت تليفونها حتى صاحبتها. يلا سمعوا هاد الهضرة وهاد القصة هادي. الناس اللي تيخليو تليفوناتهم في الطبلة بلا كود بلا حتى حاجة ولا تيعطيو الموت باس لصحاباتهم، غتنوض ديك السيدة غتمشي للطواليط. في الظرف ديال داك الفترة اللي غتمشي للطواليط انستالات لها ابليكاسيون. نتوما البنات تتمشيو قدام المرايا وتبدا تصوروا وديروا وتفعلوا وتشاركوا ياك. غير دوك التصاور اللي تيبقاو تتصوروا شخصيين تيوصلوا لهم لي كونفرساسيون كلشي. انتبهوا انكم تخليو التليفون حدا شي حد. تخيلي عطات هذوك التصاور لشي حد فيسبوك اخر بنمره اخرى ولا تيهددهم بها. تقولك انا ما صيفطتش ما درتش، كيفاش وصلوا هاد التصاورات؟ حتى التالي تيكتشفوا بان صاحبتها اللي دارت لها هادشي. فردوا البال. تنشكرك بزاف ريتاج لانك شاركتي معنا القصه ديالك. نتمنى تعيطي لنا قريبا وتقول لنا بان هاد المشكل صافي ما بقاش يتجبد و
وبانك لقيتي ليه حل ان شاء الله. شكرا لك. بالعكس مرحبا. مهم دائما خلينا بالجديد ديال كاريتاج واخا ان شاء الله. شكرا لك يا ريتاج. شكرا لك على الخير. امين يا ربي. شكرا ريتاج. المشكلة غنولي نقرا عند العام الجاي ما بغيتش يقول لي درتي. اكما مازال باغا تهضري معاه؟ قولي. لا لا عطينا المرجو نهضرو معاه حنا. ها؟ ما عرفت. وهو ما عرفني. عطينا نهضرو معاه كيما نقنعو باش يهضر معاك. ولكن غي ولا بقى يقول لي علاش ولا شي حاجه. هو باش ما عرفتيش نقنعو باش يولي يبغيك. ما عرفت والله. شنو بان لك؟ فكره زوينه. فكره زوينه ولكن ما عرفتش يبقى. واش نقول لك؟ راكي والله ما تتحشمي. اقسم بالله. شوف ها دابا ما كامل حتى خمسه دقائق تنهضروا معاك. سيروا هضروا سير ديرها في قرايتك باش تعرفي انت راه صايت لك الريح في مخك. اه ما عرفتش ويمكن خفتو يقول شي حاجه وانا على سيري قراي. لا والله ما تنضحك. 17 عام سير ديرها في قرايتك. سير ديرها في شوف يا شوف على مشكل قدو قدو في السخط. ومازال شوف على مشكل قدو قد السخط ومازال وخفت وعندك يشوف الميسا وخفت يقول لي علاش عطيتي لنا. الله يهديك. اش راه ما تيضحكش فراسك مزيان. ها الامهات وليداتكم خاصكم توريهم هادشي. خاصكم تهضروا لهم على هادشي قسما بالله. هضروا لهم على هادشي. يلاه كاع المشكل قد السخط عندها